النهاردة جايه لكم بريفيو مبهر الحقيقة، وهو ان انا حواجبي دلوقتي مش رسمها باي حاجة، ولا اي شادو ولا جل ولا اي حاجة. امال ايه ده؟ او عملت ايه؟ تعالوا اقول لكم. انا يا جماعة عملت حواجبي باودر تكنيك، او ليه اسم تاني وهو امبري شادنج، وده عبارة عن ايه؟ هو حاجة كده زي الميكرو بيلدينج او المايكرو بيلدينج، او في ايه ادق يعني نطق ليه، بس ما علينا. ده عبارة عن ايه؟ ده بدل ما بيبقى الافكت بتاع الحواجب شعرايه شعرايه، ده بيبقى زي الاي شادو بالظبط. هي مرنا جايبه جهاز اللي هو الحواجب بتتعمل نقطه نقطه، تبقى عامله زي الشادو، يعني اكن كده بتحطي مسام جنب بعض نقط يعني ما بتتشافش. ده هو كده يا جماعه على فكره بدا يقشر، يعني هو كان استنبه. هعرض لكم دلوقتي الصور من اول ما عملته، ده كان منظره ودلوقتي بدا يقشر. وهي دي المراحل بتاعته، ان هو اول حاجه بيبقى حلو طبيعي، بعد كده تاني يوم او تالت يوم بيتقل اللون نفسه بيتقل، بعد كده بيبدا يقشر، اللون شبه بيختفي، بعد كده بيرجع يتقل تاني لغايه ما اعمل ريفيل تاني. صراحه عجبتني قوي النتيجه، لان ده اكتر منظر انا بحبه للحواجب، اللي هو تبان طبيعيه، ان انا بس حاطه كده اي شادو خفيف جدا. وزي ما بتشوفوا دايما برسمها في الميك اب بتاعي، اغلب اللوكات اللي بعملها حاجه خفيفه اللي هو بالاي شادو، مش برسمها شعرايه. ودي اكتر حاجه عجباني في الباودر تكنيك، ان هو بيدي نفس المنظر. عايز اقول لكم هو يعني دلوقتي مقشر كده، لانه خلاص كل القشره دي هتتشال وهيبقى منظره طبيعي واحلى اكتر. وصلت كده عند مرنا يا جماعه، وفاجئتها اصلا ما كنتش عارفه ان انا بصور. هشوف دلوقتي رد فعلها. وهنا حواجبي المنظر الجميل ده، طبعا كنت لازم اصوره بفلتر عشان يعني المنظر مش متحمل اكتر من كده. وده تاني يوم لحواجبي يا جماعه. اللي عجبني عند مرنا قوي ان هي ادتني حريه اختيار الرسمه، عملت اللي انا عايزاه، السمك اللي انا عايزاه، كانت مريحه جدا في المعامله وذوق جدا. وحبيت الباودر تكنيك بصراحه جدا، اداني الافكت اللي انا عايزاه اللي هو خفيف خالص من قدام. ولسه بقول لكم ده هيبقى منظره اهدى من كده، يعني هو بص دلوقتي قشره، كل ده قشره زي الاي شادو بالظبط اللي انا برسمه، يبقى ناتشورال جدا، خفيف من قدام وتقيل شويه من ورا. وده الرسمه الصح للحواجب، ان هي تبقى خفيفه من قدام وفي النص وسط وفي الاخر واضحه. ودي احلى رسمه، وانتوا دايما بتسالوني عليها، فانا بصراحه حبيت اجربه جدا عشان هيديني نفس الافكت اللي انا بحبه. انا بشتغل الاثنين، اللي هو ميكرو بيلدينج والباودر تكنيك او الامبري شادنج. وانا جربت قبل كده الميكرو بيلدينج وعجبني جدا، بس بصراحه مش ده اكتر منظر بحبه للحواجب، فما كملتش الريفيل بتاعه ولا اهتميت بالخطوات اللي هي قالتها لي، فاوريدي ما حافظتش على ثباته، لان هو طبعا في خطوات هي منها بتقولها لي ان انا امشي عليها، زي ان انا ارطب حواجبي، زي ان انا امسحهم، زي ان انا احافظ على نظافتهم، زي ان انا ما ارسمش عليهم حاجه او كده، اسيبهم لغايه ما يتقشروا يدوني اللون اللي انا عايزاه. وفهمتي طبعا ان ده طبيعي، ان هو بنعدي بكذا مرحله، مرحله التقشير، ومرحله ان هو بيختفي خالص، دي المرحله اللي بعد التقشير، وبعد كده بيرجع تاني اللون يظهر. في ريفيل طبعا اللي هو الاعاده. وانا عايزه اشكر مرنا جدا، لان هي عملت مخصوص عشان خاطري اي حد هيجي من طرفي يقول لها انا جيت عن طريق ايفا هتعمل له خصم على الباكج بتاع الحواجب. ده غير بقى ان هي بتعمل تنظيف بشره وبتركب رموش، بتعمل حواجب ميكرو بيلدينج وباودر تكنيك. انا حبيته قوي يا جماعه، وطبعا اي حد زيي ما بيحبش افكت شعرايه شعرايه، او الحواجب تبقى باينه ان هي شعرايه شعرايه، يعمل حاجه زي دي بتبان ان هي مرسومه بالميك اب يعني زي بالظبط اللي انا برسمها يعني. وبصراحه منى نجحت ان هي تعملي زيها بالظبط. قلت لها كل حاجه انا عايزاها عملتها لي، كانت خلقها طويل يعني، كانت معايا خطوه بخطوه، كانت مهتمه انا ايه عايزه بالظبط وايه حابه المنظر يطلع. من الحاجات اللي بركز فيها جدا وبتفرق معايا جدا الخامات اللي قدامي بشتغل بيها. فمرنا منى وضحت لي كل الخامات اللي بتشتغل بيها، قالت لي اسمائهم، قالت لي ماركاتهم، لها حاجات ما فيهاش كيميكلز، ما فيهاش حاجه تضر البشره. بصراحه كل حاجه جايباها الصح اللي هي المفروض تشتغل بيها، اللي تطلع نتيجه مبهره وفي نفس الوقت ما تاذيش اي بشره. وده طبعا بالنسبه لي اهم حاجه، لان ما عرفتش بشرتي ولا بشره غيري ان هي ممكن تتاذى باي شكل. انتظروا تشوفوا المرحله الاخيره للحواجب، انتظروا اسبوع كده كمان هوريكم منظر حواجبي النهائي بايه شكلها. فقولوا لي انتوا رايكم، انتوا حابين ايه اكتر، وجربتوا حاجه فيهم ولا لا.